بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأصلي وأسلم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه الأمسية المباركة الجميلة الطيبة التي نفرد فيها بحلقة خاصة للحديث عن المنهج الإسلامي الشرعي الصحيح، سماته ومعالمه، ولتناول هذا الموضوع المهم والعام والكبير الذي يجدر بكل مسلم أن يتلمس معالمه ويكون جنديا من جنود هذا المنهج الشرعي العظيم الذي جاءت معالمه واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث حول هذا الموضوع المهم، يشرفنا أن نستضيف في هذه الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، وهو أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن، وحياك الله. مرحبا بك أخي الدكتور رامي، وحياك الله في هذا اللقاء الطيب. الله يبارك فيك وحياك الله. كما أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام التي ظهر فيها إعجاب كل امرئ بنفسه وبرأيه، واعتداد كل فرقة وكل طائفة من طوائف المسلمين بمنهج اعتقدوا أنه هو المنهج الصواب، في ظل اختلاف كبير تعيشه الأمة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. انطلاقا من هذا الحديث دكتور عبد الرحمن، ننطلق في بيان هذا العنوان الذي ارتأينا الحديث تحته، وهو المنهج الشرعي الصحيح. معنى ذلك، وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هناك ثمة مناهج خاطئة، مناهج ليست على سوية صحيحة وليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو تحدثنا دكتور ابتداء عن أهمية التزام المنهج الصحيح والبحث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأشكركم أخي الدكتور رامي، وأشكر قناة اليرموك على هذه الدعوة لأكون مشاركا في هذه الحلقة الحوارية عن هذا الموضوع الهام الذي نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت الذي نعيشه، لا سيما ونحن نجد في أيامنا هذه ظاهرتين خطيرتين، ظاهرة الجفاء عن الشريعة وعدم الالتزام بها من جهة، وظاهرة الغلو في فهم الشريعة وعدم معرفة كيفية التعامل مع النصوص الشرعية من جهة أخرى. وما بين هذا وذاك، ينبغي أن يبين ويتبين للمسلم المنهج الصحيح الذي يسير عليه من غير جفاء ولا غلو. نجد في أيامنا هذه فريقين، الجفاء والغلاة. الجفاء الذين تنكبوا للشريعة وجعلوها خلف ظهورهم، ولم يلتزموا بأحكامها، ولم يقيموا أوامرها، ولم يطبقوا حدودها، ولم يحلوا حلالها، ولم يحرموا حرامها، هؤلاء الجفاء. ومنهج آخر وهم الغلاة، الذين أرادوا أن يطبقوا الشرع ويمتثلوه ويلتزموه ويقيموا أحكامه، ولكنهم أخطأوا في كيفية فهمه والتزامه. من أجل ذلك كان لابد أن يتبين المنهج الصحيح الذي يسير عليه المسلم في كيفية تعامله مع نصوص الشريعة الإسلامية وإقامته لها وتطبيقه لها. وأود أن أبين للإخوة المشاهدين كيف أن الخطأ كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوجه أصحابه إلى مكمن الخطأ وسببه. فقد ورد أن أحد الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته جنابة، احتلم في الليل، وكان في رأسه جراح، فسأل أصحابه ماذا أفعل؟ فقالوا لا نجد لك إلا أن تغتسل. فاغتسل وصلى فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا
فإنما شفاء العي السؤال. نعم. هؤلاء أرادوا أن يلتزموا بالشرع، نعم، وأن يقيموا أحكامه، ولكنهم لم يعرفوا كيف يطبق النص الشرعي تطبيقا صحيحا، فلم يميزوا بين حال السليم وحال المريض، وظنوا بأن آية الغسل الآية يعمل فيها في هذا الموضوع، أنها يعمل بها في هذا في هذا الموضوع، فطبقوا الأحكام دون تمييز للأحوال التي ينبغي أن تراعى في كيفية التطبيق. كان هذا سببا في ماذا؟ في أن يقتلوا. ولاحظ أخي رامي وأنت أستاذ الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في هذا الفهم الخاطئ، ولم يعتبره من قبيل الاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه، لأن الرسول قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا لم يعتبره من الاجتهاد المأجور، حملهم هذه المسؤولية لأنه صدر من غير أهله وفي غير محله. لأجل ذلك وبخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، واعتبره بأنه فهم غير صحيح، فهم غلط ينبغي أن يوجه أصحابه إلى مكمل الخطأ. دكتور، يعني ما تفضلت به يعني حقيقة يستدعي الانتباه والتوقف. أن النص الشرعي له أحوال في التطبيق، له ظروف يجب أن تراعى. النص الشرعي يأتي مجردا، وإيقاع النص الشرعي على الواقع هذا الذي يحتاج إلى العلماء والفقهاء ليكيفوا التكييف الشرع الصحيح. دكتور، مما ذكرت من مثال الذي ذكرته من سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم مسؤولية ذلك الرجل الذي يعني ألزموه بالغسل في ذلك الموضع، وقال لهم في موضع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع معذور فيه لو معذور فيه لو تيمم لكفاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه حملهم مسؤولية هذا القتل وإهدار نفس معصومة. السبب هو الجهل في الأحكام وعدم معرفة كيفية تطبيقها. السؤال الآن دكتور إذا سمحت لي، هل يكفي حسن النية في تطبيق الأحكام الشرعية حتى لو وقع الخطأ فيه؟ الحقيقة أخي الكريم، تطبيق الأحكام كفهم الأحكام. نعم. نحن عندنا قواعد في أصول الشريعة الإسلامية تتعلق في كيفية فهم النصوص الشرعية. نعم. وأود هنا أن أبين للإخوة المشاهدين الكرام. نعم. إنه أنت إذا كنت مريض مثلا تذهب للطبيب. نعم. ليش؟ لأنه هو المختص في هذا العلم. إذا بدك تبني بيت تروح للمهندس حتى يرسم لك مخطط، لأنه هو المختص في هذا العمل. حتى دكتور لا يذهبوا إلى أي طبيب أو أي مهندس، أحسن طبيب يبحثون على أفضلهم وأكثرهم علما وفهما. وكذلك الأمر عندما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، لا بد من الرجوع فيها إلى المختص المؤهل الذي يعرف عنه بأنه قادر على الإجابة على قضايا الناس وبيان أحكامها بكفاءة وقدرة، وأنه يتصف بالأمانة وبالعلم وبالملكة وبالعدالة وغير ذلك. نعم. وبالتالي فليس كل شخص مؤهل لأن يتكلم في أحكام الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت عنده الأهلية الكافية لبيان أحكام الشريعة وتطبيقها وكيفية تنزيلها على الواقع. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لابد أن يكون مؤهلا شرعا، وهذا طبعا أن يكون من خريجي كلية الشريعة، أن يكون مثلا في دائرة الإفتاء، هؤلاء الذين ينبغي أساتذة كلية الشريعة دائرة الإفتاء العام، هكذا لما إحنا بدنا نعرف أحكام الشريعة ينبغي أن نذهب فيها إلى المؤهلين والمختصين. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه في عندي أنا قواعد في كيفية فهم النصوص الشرعية وقواعد في كيفية تطبيق النصوص الشرعية، يعني الفهم والتطبيق. التطبيق وضع العلماء قواعد في علم أصول الفقه، مثل عبارة النص وإشارة النص ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعام والخاص والمطلق والمقيد، ووضعوا أيضا قواعد إني أنا لما بدي أنزل النص الشرعي وأطبقه على الواقع كيف ينبغي أن أطبقه. هذا الذي يعرفه من؟ المؤهلون. أنا أذكر مثلا مرة عندما كنت أعمل في جامعة مؤتة وجيت من مؤتة لعمان، في الطريق وقفت حتى أصلي وإذا بمسافر يصلي بنا 4 ركعات،
فتعجبت من أنه صلى 4 ركعات وإحنا مسافرين. نعم. قلت له أنه إحنا مسافرين ليش ما أخذت برخصة القصر؟ القصر نعم. فقال لي بأنه رخصة القصر في القرآن الكريم، هكذا هو في القرآن الكريم معللة بأنه الله سبحانه وتعالى جعلها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة الخوف. من الخوف. نعم. وإحنا الآن لا نخاف. فقلت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا. نعم. فقال تلك صدقة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وكان هذا مثار سؤال سيدنا عمر في ذات الموضوع. نعم. عندما سأل سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نقصر وقد أمنا نعم. وبينت له أنه هذا كان محل إشكال عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فلما سأله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ذلك إذا خفنا فكيف نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد في الأمر أنه سبب الخلل أنه لم يجمع النصوص الشرعية كلها المتعلقة بالموضوع الواحد. نعم. ومن هنا أقول للإخوة الكرام أنت بجوز تمر معك حديث أو يمر معك آية تفهم منه شيئا، ولكنك عندما تجمع الآيات كلها المتعلقة في الموضوع أو تجمع الأحاديث كلها المتعلقة بالموضوع يتبين لك أمرا آخر مختلف. ومن هنا ينبغي أن يكون نظرنا لنصوص الشريعة الإسلامية نظرا كليا متكاملا. لا نظرا جزئيا. إنه يكون هناك جمع لجميع النصوص المتعلقة في الموضوع، وهي أول قاعدة من قواعد المنهج الصحيح. نعم. إنه لابد أن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. ولأجل ذلك قال العلماء في القرآن الكريم عام وخاص، فيحمل العام على الخاص، على الخاص ومطلق ومقيد، فيحمل المطلق على المقيد ومجمل ومبين، فيحمل المجمل على المبين. نعم. وهكذا. وعندنا أمر لكن هذا الأمر قد إذا أخذت على إطلاقه تفهم منه الوجوب. صحيح. فإذا شفت القرائن المحتفة به فإنه يصرف من الوجوب إلى الندب، إلى الندب أو الإباحة، ونهي قد يفهم منه التحريم، فإذا أخذت القرائن يدلك على الكراهة وهكذا. يعني مثلا نضرب للإخوة قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومحتلم هنا المقصود به البالغ. نعم. ظاهر النص على أنه يجب على كل مسلم أنه يغتسل يوم الجمعة، فإذا أخذت هذا النص وحده ستفهم بأن غسل الجمعة هو من الواجبات من الفرائض. نعم. ولكن هناك حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب لما يقول الرسول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، إذن دلالة على أن الوضوء وحده يجزئ. نعم. وأن الوضوء وحده يكفي. نعم. لكن الغسل أحسن، وبالتالي فيكون هذا الحديث نعم قرينة صارفة من أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب من أن يكون المقصود به واجب إلى أن يصبح مندوبا، فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. إلى الندب. يعني دكتور هنا يأتي دور الفقيه والعالم أنه يفهم النصوص بجملها بكليتها، بكل نظرة متكاملة، نظرة متكاملة، لأن نعم المسألة ليست محصورة فقط بحديث. تماما. المشكلة دكتور اليوم أن هناك من ينصب نفسه بأنه أصبح عالما بالشريعة وأنه قادر على أن يتعامل مع النصوص دون الرجوع إلى هذه القواعد. صحيح. التي يعني ذكرتم بعضها. نعم. دكتور هناك من يعني من يتمسك بالنصوص ويأخذها على ظاهرها. أيوة. يعني الأخذ بظواهر النصوص دون نعم الغوص إلى بواطنها، علاوة على جمع الحديث في المسألة الجزئية إلى المقاصد الشرعية العامة. نعم. وسنأتي دكتور على نعم ذكر المقاصد الشرعية نعم العامة. نعم. التي تعتبر يعني هي روح الشريعة الحاضرة في النصوص نعم الجزئية. نعم. لكن دكتور المذهب الظاهري هل تجده اليوم عادة من جديد؟ نعم. هل هناك نعم بعض الناس ما زال يحمل نعم مثل نعم هذه النظرة للأحكام الشرعية والنصوص الشرعية؟
هو يعني أنا أود أن أقول بأنه أيضا من مرتكزات المنهج الشرعي الصحيح فضلا عن المرتكز الأول الذي ذكرته قبل قليل وهو النظرة المتكاملة، أنه ضرورة فهم النصوص الشرعية على ضوء مقاصدها الكلية. الآن فيما يتعلق بالمنهج الظاهري، هو منهج قديم كما تعرف. للإمام الشاطبي كلام جميل في كتابه الموافقات، يقول فيه: العمل بالظواهر على تتبع وتغال، يعني بغلو، بعيد عن مقصود الشارع. هذا بعيد عن إرادة الله سبحانه وتعالى. أنه لا يجوز أن تأخذ بالظواهر النصوص دون أن تلتفت إلى مقاصدها الكلية. الإمام الجويني في كتابه الغياثي يقول: من لم يلتفت إلى المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة. سبحان الله. إذن ما بصيرش أنا أخذ بظاهر النص دون أن أفهم مقصود النص. وخلينا نأخذ شاهد على ذلك من عمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، يعني ما تكتبوش عني شيء من أحاديثي، من السنة النبوية. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. أي شيء غير القرآن الكريم لا تكتبوه. طيب، بناء على ظاهر هذا الحديث فكتابة السنة النبوية محرم، ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ومن بعدهم التابعون لم يأخذوا هذا النص على ظاهره، وإنما فهموه بناء على مقصوده صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في تلك الفترة التي كان يتنزل فيها القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الانشغال الكلي والجهد كله تجاه كتابة القرآن الكريم وحده، حتى لا تختلط أحاديثه عليه الصلاة والسلام مع آيات الكتاب الكريم. حتى إذا استقر الأمر فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بأن يكتبوا في حالات خاصة، كما أذن مثلا لسمرة بن جندب ولعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يكتبوا عنه بعض الأحاديث. إذن لما تأخذ أنت النص بناء بغير مقصود ستفهم منه شيئا آخر. لأجل ذلك عمر بن عبد العزيز بعث إلى أبي محمد بن حزم الذي كان واليه على المدينة، وبعث له بأن يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعها من المحدثين حتى يدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تتابع العلماء كما الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم على كتابة السنة النبوية، لأنه فهم النص النبوي على ضوء مقصوده الكلي. هذه قضية مهمة إخواني وأخواتي ودكتور رامي، أظن بأنه قضية منهجية ضرورية جدا، لا سيما وإحنا نجد اليوم تيار التطرف الذي ظهر في منطقتنا وفي بلادنا من أكبر المشاكل التي يعاني فيها أنه يفهم النص الجزئي بعيدا عن مقصوده الكلي. حتى لو ننظر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بجزء مرتكز ثالث أو شيء ثالث في قضية التعامل مع النصوص الشرعية، النظر إلى مآلات الأفعال، إلى آثارها التي تترتب عليها، إلى ما سينجم عنها في المستقبل، اللي إحنا بنسميه النظرة الاستشرافية أو النظرة المستقبلية، ما سيقول إليه تطبيق النص. والأمر نسميه أيضا الآن فقه المتوقع، في فقه الواقع وفقه المتوقع. في زمنه عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وكان من أشد هؤلاء إيذاء له عبد الله بن أبي الذي كان يتولى قيادة هذا التيار المنحرف الذي كان في زمن النبوة. جاء بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل عبد الله بن أبي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بذلك. وقال: لا يقال
إن محمدا يقتل أصحابه. لماذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه كان يعرفه بأنه رأس النفاق، وكان يعرفه وكان متحققا منه ومتثبتا من ذلك، وكانت تتنزل الآيات التي تتحدث عن مواقفها الرديئة والخسيسة في خذلان المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يعطي تصورا مشوها عن حقيقة الإسلام، فيظن بأن من دخل في الإسلام يمكن أن يقتل بناء على ما في قلبه، وبناء على شكوك وشبهات، فيؤدي ذلك إلى التنفير من الإسلام بدلا من أن يؤدي تصرف الرسول إلى جذب الناس وتحبيبهم فيه. لاحظ الفرق الكبير بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المناهج الفاسدة التي صارت تظهر اليوم في تقديم صورة إسلام مشوه مرتبط بالقتل والعنف وسفك الدماء واستحلال الأعراض واستحلال الأموال. لاحظ الفرق بين هؤلاء وبين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لاحظ هنا لا يقال إلها مدلول إعلامي، لا يقال حتى لا يصبح والصورة تصبح مشوهة، صورة إعلامية مشوهة. هذا ما تسمونه الرأي العام. إنه كان يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قضية الرأي العام، أنه يريد أن يكون الإسلام جذابا لا منفرا. دكتور، يعني هل تجد دكتور هذه الأفكار اليوم التي تقدم الإسلام على أنه سفك دماء وأنه هو مثار للدمار وللقتل غير ذلك، هل تجد دكتور هذا الفكر منهج مقصود بذاته لتشويه صورة الإسلام، خاصة دكتور إذا ما علمنا أن ثمة تيار أيضا يتربص بالإسلام وبالمسلمين ويعني يستفيد من هذه الصورة لتسويقها في العالم وبين المسلمين أيضا بأن هذا هو الإسلام الذي إذا تمكن سيفعل بكم الأفاعيل وسيقوم وسيفعل وكذا وكذا. هل تجد دكتور هذا التيار قد يكون موجه، قد يكون مقصود؟ هو هذا التيار حقيقة تيار أنا أرى بأن له سببان أو يعني دافعان، الدافع الأول الجهل والدافع الثاني الحقد. الجهل بأنه كثير من أفراد هذا التيار هم مجاهلين بحقيقة الإسلام، لأنهم لم يدرسوا الإسلام على علمائه وعلى أصوله الشرعية وعلى أساتذته وفي محاضنه وفي مدارسه وفي جامعاته التي تؤهلهم من أن يكونوا قادرين على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهل. السبب الثاني الحقد. فهناك تيارات مشبوهة زرعت في بلاد المسلمين وتسير وتوجه تمول بأيدي خارجية من أجل تقديم إسلام مشوه حتى ينفر الناس منه. الآن الإسلام هو أكثر دين انتشارا في أوروبا وأمريكا، وفي بعض البلاد الأوروبية متوقع أن يكون الغالبية فيها مسلمون في سنة 2040. هذا معنى أن تصبح هذه البلاد إسلامية بحكم التكاثر وبحكم التنوع، دخول الناس أيضا بحكم في الإسلام، النمو السكاني الطبيعي. طيب الآن عندما تقدم أنت إسلام مشوه سيؤدي ذلك إلى تناقص المسلمين، لا إلى تكاثرهم، وسيؤدي ذلك إلى تقلص امتداد الإسلام في مناطق أوروبا وأمريكا. ومن هنا فأنا لا أستبعد أبدا أن تكون بعض هذه التنظيمات وبعض هذه التيارات أنها مزروعة من أيدي خارجية لغرض ضرب الإسلام وتشويه صورته، وأن الأفعال التي يقومون بها وبهذه الطريقة الممنهجة والمخططة تثبت حقيقة بأنها تيارات مشبوهة لا تخدم الإسلام وإنما تخدم أعداءه وتحقق أهدافه في تقديم إسلام منفر وإسلام غير قادر على أن يكون حاكما وقائدا
لحياة الناس، وإسلام ليس فيه إلا الدماء وليس فيه إلا الخراب. الإسلام عبارة عن تنمية. هؤلاء الذين نسمع عنهم اليوم يحتجون كثيرا بكلام ابن القيم وابن تيمية. ابن القيم يقول في كتابه إعلام الموقعين: إن الإسلام عدل كله، رحمة كله، مصلحة كله، فما خرج عن العدل إلى الظلم، وعن الرحمة إلى القسوة، وعن المصلحة إلى المفسدة، فليس من الإسلام في شيء، وإن أدخل فيه بوجه من وجوه التأويل. نعم. وبالتالي هذه المشاهد والصور هي عبارة عن قسوة وظلم ومفسدة. نعم. وبالتالي هي ليست من الإسلام. نعم. بكل تأكيد دكتور، الإسلام هو منهج الله سبحانه وتعالى، هو معين صافي ينهل منه المسلم وحتى غير المسلم الذي يعيش في كنفه المسلمين وجميع. نعم. ويريد الخير والسعادة لكل. نعم. بني البشر. لذلك هذا الدين أخذ صفة العالمية. نعم. لو أنه خاص بالمسلمين لكان الخطاب دائما يوجه فيه للمسلمين فقط، ومع ذلك نجد كثير من الآيات وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. توجه إلى عموم الناس. نعم. يا أيها الناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة والرحمة للعالمين. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. دكتور، هناك تيار يذهب كما تفضلتم وأسفتم في بداية الندوة. نعم. إلى الذهاب إلى تعطيل النصوص والجفاء عنه. نعم. وإلقاء النصوص الشرعية وتطبيق النص الشرعي خلف الظهر. نعم. بالمقابل تخرج هذه الأفكار المتطرفة. نعم. كردة فعل أحيانا. نعم. على مثل هكذا مواقف. نعم. هل يجوز دكتور أن نذهب إلى النقيض من أجل محاربة. نعم. واقع خطأ أو أفكار خطأ. نعم. أم يجب علينا أن نصر على تقديم الصورة الصحيحة. نعم. بالمقابل. نعم. يا سيدي الكريم، هو يعني كما قلت في البداية بأنه عندنا تياران، تيار الجفاة وتيار الغلاة. نعم. المنهج الصحيح هو منهج التوسط والاعتدال، منهج التوازن الذي لا يجافي هذا القرآن ولا يغالي فيه. لا يجافيه، لا يبتعد عنه ولا يغاليه، يعرف كيف يتعامل مع أحكامه ومع نصوصه ومع آياته، وكيف يطبقها تطبيقا صحيحا موافقا لمقصود الشارع. وبالتالي فأنا أعتقد بأن ردود الأفعال التي تحدث الآن، وهذا التيار المجافي الذي أدى إلى الغلو، وبالعكس المغالي الذي أدى إلى الجفاء. نعم. يعني كمان بدك صحيح. تتوقع يعني الصورة المقارنة، الصورة من الجانبين. يعني صحيح، كلا الأمرين هو خطأ وضلال وهو انحراف. نحن ينبغي علينا أن نقدم المنهج الصحيح كما ذكرت قبل قليل. لابد من النظر في نصوص الشريعة الإسلامية نظرا متكاملا لا نظرا جزئيا مبتورا. نعم. والله تعالى قد قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. ثانيا الربط بين النصوص الشرعية وبين المقاصد الكلية. نعم. الأمر الثالث النظر إلى مآلات الأفعال. الأمر الرابع النظر إلى النصوص الشرعية على ضوء أسبابها وملابساتها. نعم. يعني إحنا عندنا مرات بيكون في نص ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة خاصة سموها العلماء قضايا أحيان. نعم. قضايا أعيان. وفي عندنا مرات بتكون في آيات قرآنية نزلت بناء على أسباب النزول. نعم. أسباب النزول في القرآن الكريم. لما بدي أفهم النصوص الشرعية لابد أن أستحضر لماذا نزلت، شو سبب نزولها. نعم. مثلا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء إليها مرة عروة بن الزبير بن أختها، قال لها: الله في القرآن الكريم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. لا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن إذا بده يسعى بين الصفا والمروة فله ذلك، وإذا شاء لا يسعى فله ذلك. نعم. أنه كأنه السعي بين الصفا والمروة هو من المباحة وليس من الأركان والفرائض. نعم. فبينت له السيدة عائشة بأنه هذه الآية نزلت لأنه كان بعض المسلمين يتحرجون. نعم. من الطواف بين الصفا والمروة، لأنه كان في هناك
اللات في مكان الصفا وهبل في مكان المروة، فخشوا إنهم بذلك كأنهم يعيدوا أفعال الجاهلية الأولى. فنزلت الآية بناء على هذا السبب. لاحظ الآن كيف اختلف المعنى بعد ما فهم السبب. سبب النزول. فقالت له لو كان الأمر كذلك لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما. سبحان الله. شايف معلمة الرجال السيدة عائشة رضي الله عنها، ما أعظم فقه. نعم. أقول لي كثير ممن يحملون الآن ويطبقون ويفهمون نصوص الشيء، انظروا إلى أسباب نزولها. نعم. انظروا إلى أسباب ورودها. ورودها. نعم. بعض الناس، بعض يعني حملة العلم الشرعي قال يحرم الإقامة في أرض غير إسلامية، يحرم مطلقا بناء على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ورد روايات أخرى حتى لا ترى ناراهما، يعني يكونوا بعاد عن بعض حتى لا نار هذا تظهر لنار الآخر. يعني أن المسلم يكون بعيد عن بعيد بعدا كبيرا، مسافة شاسعة يعني. نعم. فقال يحرم الإقامة في أرض أرض غير إسلامية وبلاد غير إسلامية دون أن أن يتنبه إلى أن أحيانا قد تكون هناك حاجات علمية، قد تكون هناك حاجات طبية، قد تكون هناك حاجات سياسية. بعض الناس غير آمنة في أوطانها، وللأسف أن تجد أمنا في بلاد المسلمين في بلاد غير المسلمين بما لا تجده في بلاد المسلمين في بلادها للأسف. لكن هؤلاء الذين أفتوا بأنه يحرم الإقامة مطلقا لم يتنبهوا إلى سبب الورود الذي من أجله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهو أنه كان قد أرسل سرية إلى بعض القبائل، وكان في هاي القبائل مجموعة مسلمين مقيمين فيها ولم يهاجروا ولم يلتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأووا إلى السجود، والمسلمون ما كانوا بيعرفوا أن هؤلاء مسلمون مثلهم. نعم. وأنهم دخلوا في الإسلام. نعم. فأسرع فيهم القتل. فبعد ذلك ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هؤلاء كانوا مسلمين، فقال كان واجب هؤلاء أن يهاجروا أن يلتحقوا بي. نعم. أنا بريء من كل مسلم. نعم. يقيم بين أظهر المشركين. لماذا؟ لأنه يخشى عليه من القتل، يخشى عليه من الفساد، دون أن يعرف أنه مسلم أو غير مسلم. دون أن يعرف أنه مسلم أو غير مسلم. فإذا تحقق الأمن ولم يخف على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وعلا تربية أبنائه، فيجوز له أن يقيم بين أظهر غير المسلمين. ولعل هذا الدكتور أيضا قلنا إذا أن هناك مرحلة من مراحل التشريع كانت الهجرة واجبة. نعم. لكن بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. لذلك يعني هذه النصوص دكتور يعني كما تفضل أسباب الورود. نعم. لماذا ورد هذا؟ نعم. لماذا ورد هذا الحديث وما هو السبب الذي ورد من أجله؟ لا يجوز أن ألتقط نصا شرعيا وأفهم منه حكما دون أن أنظر في سبب نزوله الذي يكشف لي ويضيء لي معنى هذا النص ويبين لي آفاق هذا النص وكيف ينبغي أن أفهمه فهما صحيحا موافقا لمقصود الشارع. دكتور، رب قائل يقول أن الخلافات الفقهية وتتبع أحيانا للخلاف الفقهي هذه مسألة طبيعية، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا في الأمور الفقهية وفي غير الأمور الفقهية. نعم. ليسوغوا خلافهم مع منهج الأمة الصحيح. نعم. هل هذا يعتبر دكتور مستند لهم لمخالفة المنهج الصحيح؟ نعم. بالاستناد على خلاف الصحابة رضي الله عنهم فقهيا وغير فقهي. يا سيدي الكريم، ليس كل خلاف معتبر. نعم. وهناك قاعدة في علم أصول الفقه أن الخلاف ليس دليلا. يعني ما بصيرش آجي وأقول والله ما دام المسألة فيها خلاف إذن هذا دليل على إني أفعل ما أشاء. لا، الخلاف ليس دليلا. ما هو الخلاف المعتبر وما هو الخلاف غير المعتبر؟ طبعا في تفصيل كبير، لكن ممكن أن أقدم قاعدة بسيطة بتتكون من أصلين. إذا كان الخلاف صادرا من أهله، من يعني العلماء، من المؤهل علم، مؤهل علم، وواقعا في محله، يعني في دليل شرعي يحتمل تعدد وجهات النظر، فهو خلاف معتبر.
وإذا كان صادرا من غير أهله أو واقعا في غير محله فهو خلاف غير معتبر. وبالتالي ما بصير أجي وأقول والله أنا ما دام الصحابة قد اختلفوا فأنا يعني مثل الصحابة نختلف، لا، الخلاف له أصوله، له ضوابطه، له شروطه. أول شيء، هل النص الشرعي يحتمل هذا الخلاف؟ يحتمل تعدد وجهات النظر كما ذكرت لك قبل قليل، نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا القول الذي أفتى فيه المفتون لذلك الصحابي بأن أن يغتسل وهو ممن عذرهم الله تعالى. ليس كل قول يعبأ به، وربما أحيانا بعض الأقوال الفقهية قد تكون صادرة عن كبار الأئمة وكبار المجتهدين، ولكنها أقوال يسميها العلماء أقوال شاذة. القول الشاذ ليس معتبرا، حتى ولو كان صادرا من كبار الأئمة وكبار المجتهدين. والقاعدة الشرعية دكتور المعروف، من تتبع الشواذ خرج من الدين، خرج من الدين تماما. فلذلك هناك من الناس دكتور من يعني تستهويه الوقوف على 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 الأشياء الدقائق، الأشياء الفقهية الخلافية، ويحاول من باب قد يكون أحيانا دكتور من باب إظهار النفس، إظهار النفس، من باب أنه خالف تعرف، من باب أنه يريد أن يبين للناس بأنه صاحب قدرة وكفاية في في هذا الميدان. دكتور أنت تحدثت جزاك الله خير عن موضوع إقامة العدل، كما واستشهدت بقول ابن القيم رحمه الله بأن الشريعة عدل كلها. أين موقع وقيمة العدل؟ هذا المقصد الشرعي الذي اعتبره البعض مقصد بحد ذاته من مقاصد الشرع، أين موقعه وأين يجب أن يطبق؟ أولا، إقامة العدل هو أصل من أصول الشريعة الإسلامية. الله تعالى قد أمر بالعدل في أكثر من آية من كتابه تعالى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإقامة العدل هي قاعدة شرعية تظهر في جميع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء أكانت في باب العبادات أو كانت في مجال المعاملات المالية أو كانت في مجال أحكام الأسرة أو في غيرها من المجالات المختلفة من أبواب الشريعة الإسلامية المتعددة. ومن العدل أيضا التعامل مع المخالف، هذه قضية مهمة. وهذا بجوز وإحنا نتكلم الآن عن الغلو وعن الجفاء، إنه لما بدي أتعامل مع من يخالفني في الرأي وله رأي مختلف عن رأيي، يجب أن أتعامل معه بإنصاف، بعدل. إذا كانت القضية صادرة من أهلها وواقعة في محلها، فإذا كان هذا الخلاف معتبر وله قيمة وله أهمية، ما بيصير أعتبر بأني أنا على الحق وما عداي على الباطل. مشكلة بعض التيارات اليوم بأنه تعتبر أنه ما عندها هو الحق وما علي وما عدا ذلك فهو الضلال والباطل. لاحظ إذا استقرأنا كثير من كتابات وعناوين الكتب الفقهية القديمة، الإنصاف في معرفة الخلاف، أي أنهم جعلوا هذا عنوان قيم صحيح دكتور، هو مدرسة بحد ذاته، كيف يقع الإنصاف في عند الاختلاف، عند الخلاف. يعني دكتور إذا في موضوع الخلاف لا، إذا لم تتحقق الإنصاف والعدل فمتى يتحقق ومتى يكون؟ نعم. وبالتالي وإذا استقرأ أكثر من كتاب حمل الاقتران فيما بين الإنصاف وما بين الخلاف، الإنصاف في مسائل الخلاف، الإنصاف في معرفة الخلاف، الإمام ابن العربي له الإنصاف في معرفة الخلاف، في مسائل الخلاف، آخر الإنصاف في معرفة الخلاف. هذا يدل على أنه لما بدنا نتعامل نحن مع المخالف لنا في الرأي ينبغي أن يكون العدل هو الأساس. ما بصيرش تيار يختطف الدين ويختطف الإسلام ويقول هذا هو الحق وهذا هو الدين وما عداه هو الباطل، هذا عين الضلال. هناك كثير
من القضايا والآيات فيها قدر واسع من الظنية في فهمها وفي فهم نصوصها. نعم. لاحظ مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كان لهم موقفان في التعامل مع هذا النص. بعضهم فهم ظاهر النص أنه تأخر إلى حين الوصول إلى بني قريظة حتى لو فاتت صلاة العصر، وآخرون فهموا أن المقصود هو التعجيل في الخروج، التعجيل في الانطلاق حتى يلحقوا الصلاة في بني قريظة، يعني بسرعة عجلوا امشوا بسرعة، وإذا أدركتهم في الطريق فيصلوا في الطريق حتى يصلوا إلى بني قريظة. أي من الصحابة لم يثر هذا الخلاف في الطريق؟ وكل واحد منهم تفهم أنه والله هذا الخلاف محتمل، لأن النص نفسه بيحتمل هذا الفهم وهذا الفهم. نعم. ولأجل ذلك لما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف أي من الفريقين، فأقر كلا الفهمين وأقر كلا الاجتهادين، لأنه من الخلاف المستساغ، لأنه من الخلاف المستساغ. نعم. وفيه سنده ودليله. تمام. نعم. فشاهدنا في الأمر أن المسألة إذا كانت تحتمل الخلاف، وإذا كانت صادرة ممن يقبل رأيه، فينبغي أن أتقبل الرأي الآخر وألا أتحيز إلى رأيي، وألا أطغى في التعامل مع الآخرين، وأعتبر أن ما عندي هو الصواب وما عند غيري هو الخطأ، ما دامت القضية فيها مجال لتعدد وجهات النظر. وهذا ما كان عليه منهج الصحابة رضوان الله تعالى. نعم. نعم. دكتور، هناك قضية أيضا مهمة في التعامل مع الآخر، وهي قضية التجرد من الهوى. أيوة صحيح. هناك من الناس من لا يستند إلى أي دليل شرعي. نعم. وإنما يستند إلى حكم مسبق. نعم. وإلى هوى نفس. إذا أضفنا باقي المكونات من التعصب، من النظر إلى الآخر بأنه خصم وليس بأنه مسلم، قد يكون على صواب وقد يكون على خطأ. نعم. أو العكس. دكتور، التجرد عن الهوى والحكم المسبق، نعم، ما أهميته؟ نعم. في التعامل مع الآخر اليوم يا سيدي الكريم، هو الخلاف لما قسموا العلماء قالوا هناك خلاف محمود وهناك، نعم، خلاف مذموم. الخلاف المحمود هو الذي كما ذكرت قبل قليل يحتمل الخلاف، تكون المسألة تحتمل الخلاف، تكون المسألة تحتمل تعدد وجهات النظر، يكون الغاية منه هو طلب الحق والوصول إليه. نعم. الخلاف المذموم هو الذي يكون اتباعا للهوى وبحثا عن الشهرة مثلا. نعم. بحثا عن الظهور، تسويغ لمطالب النفس وليس بحثا عن الدليل الشرعي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا مثلا موقف من المواقف اللي بتبين كيف بيكون اتباع الهوى وإلزام الآخرين بما يراه هو من باب اتباع الهوى وليس من باب اتباع الحق. نعم. في موقف فرعون مثلا. نعم. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم. شوف هنا كان طغيانه اتباعا لهواه، وإلزام الآخرين برأيه بناء على ماذا؟ على الهوى. نعم. وليس بناء على الحق واتباع الدليل. نعم. وبدي أقول اليوم بأنه هذا الطغيان مثل ما قد يكون طغيان سياسي، قد يكون أيضا طغيان فكري. لما تيار معين يرى بأنه فكره هو الصواب ورأيه هو الصواب في قضايا مثل ما قلت ليست من القضايا القطعية، ليست من القضايا الكلية، في قضايا جزئية تحتمل وجهات النظر، ويحاول أن يلزم الأمة كلها بهذا التيار وبهذا الفكر، وأن يعتبر بأنه هو على الحق وما عداه على الباطل. الطغيان قد يكون طغيان فكري. صحيح. وبالتالي يصبح حينئذ اتباع للهوى ولا يعود انتصارا للحق الذي دل عليه الدليل. نعم. بقدر ما يكون انتصارا للشخص ولذاته. نعم. دكتور، لعلنا اليوم ونحن نتحدث عن مصطلحات موجودة نسمعها في الإعلام، نسمعها في كل المحافل والأماكن،
هناك مفهوم الإرهاب، هناك مفهوم التطرف، صحيح. هناك مفهوم الغلو، نعم. مفاهيم كثيرة اليوم تروج بين المسلمين. دكتور، إلى أي حد يجب علينا أن نعيد صياغة المصطلحات الموجودة أو إعادة تعريفها إن صح التعبير، لتكون منسجمة مع القيم الشرعية الصحيحة؟ يعني دكتور، كل يقرأ هذه المصطلحات من زاويته، وكل يحاول أن يستدرج هذا المصطلح ليعبئ مضمون هذا المصطلح بما يلائم هواه وتياره. إلى أي حد دكتور يجب أن نقيم ونعيد ترسيخ القيم الإسلامية والمفاهيم الشرعية الصحيحة في ظل هذا الواقع؟ هو الحقيقة هذا التيار الذي ظهر في الأمة، تيار الغلو، والذي بدأ يقدم صورة مشوهة عن الدين، ينبغي أن تتضافر جميع الجهود من أجل تقديم المنهج الصحيح الذي نتحدث عنه. يعني إحنا الآن نتكلم عن تيار له فكر فاسد، له منهج غير صحيح. طيب أين هو التيار الذي يحمل الفكر الصحيح والمنهج الصحيح؟ نعم، بالمقابل. بالمقابل، نعم. فأنا عندما أفتقد إلى تيار يحمل فكرا راشدا ومنهجا متزنا ورؤية صحيحة، ستظهر عندي التيارات المنحرفة والفاسدة. نعم. إذا غاب التيار الراشد ظهر التيار الفاسد. صحيح. وبالتالي لابد أن نقدم فكرا، وأن يكون هذا الفكر له منهج وله أتباع وله حضوره وله رعايته، حتى لا تظهر مثل هذه التيارات الفاسدة. فإذا ظهرت الأمة نفسها ترفضها وتلفظها ولا وتأباها. صحيح. دائما المرض يخرج ويظهر لأنه ما في مقاومة في الجسم، ما في مناعة حقيقية، ما في مناعة حقيقية. نعم، صحيح. حصن الأمة من هاي الأمراض، بمجرد ما تصاب فيها هي وحدها ترفضها وتأباها، ولن تجد لها حضور ولا قبول في جسد هذا المؤمن. دكتور، يدل على أن الفكر يجابه بالفكر دكتور، أليس كذلك؟ يعني المسألة أحيانا قد يكون صاحب الفكر الغير صحيح، الغير سليم، الذي حاد على المنهج الصحيح، إذا وجد هناك نوع من القسوة في التعامل معه لربما يزداد تصلبا على موقفه أكثر. لذلك نحن دائما، لعلنا في المحافل العلمية وفي المحاضن التربوية، نركز على هذه القيمة، ويجب علينا أن نركز عليها خاصة في هذا الظرف بالذات، إلى القول بأن الفكر يجابه بالفكر، صحيح، وليس بالقمع والقوة، صحيح، إلا في حدودها. إذا استجلب ذلك أمرا، إذا سالت دماء، إذا تم اعتداء، فهناك يعني تتعلق بحقوق الآخرين. لكن من حيث أن إذا كانت المنازلة في ميدان الفكر، فيجب عليها أن تكون بالمقابل فكرة. وأنا بدي أركز هنا في قضية الفكر، إنه إحنا قبل ما نبحث عن كيف نستطيع أن يعني أن نقضي على هذه الأفكار الفاسدة، كيف نستطيع أن ندفع هذه الأفكار الفاسدة قبل وجودها؟ صحيح. يعني الوقاية خير من العلاج. صحيح. فينبغي إنه نحصن أبنائنا في مدارسنا، أن تكون مساجدنا قادرة على تقديم فكر قوي ومقنع دكتور ومؤثر وواقعي ومقنع، وأن يكون خطيب الجمعة وإمام المسجد أن يكون عنده حجة وبيان وقدرة على التأثير وصناعة الرأي في هذا المسجد الذي يأتي إليه المصلون في كل يوم الجمعة، ويفدون إليه في كل يوم 5 مرات. لابد أن يكون عنده القدرة على ذلك، على صناعة الرأي. إذا ما عندهش القدرة وما عندهش الحجة، كيف سيواجه هذا الفكر الفاسد؟ كيف؟ ما راح يقدر. مثل ما أجي وأقول أسلم العيادات إلى أطباء لا يستطيعون أن
يديروها. نعم. نفس الشيء لما أجي وأسلم المساجد إلى أشخاص لا يستطيعون أن يخاطبوا الناس وأن يصنعوا رأيهم. نعم. وإحنا الآن في موقف في 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 واقع وفي في في عصر أصبح فيه الانفتاح الإعلامي والقدرة على الاطلاع على الآراء، فهو لما يذهب إلى المسجد ولا يرى جد الإمام المسجد يقدم شيئا أو لا غير مقنع، إذن هو لم يجعل هذا الإمام مرجعية له. هذا واجب إذن على وزارات الأوقاف أن تقوم بدورها المنشود منها من أجل أن تكون مساجدنا قادرة على تحصين أفراد الأمة من الأفكار الفاسدة والمنحرفة. لا يكفي أن يقول لهم والله الإسلام دين الوسطية والاعتدال، لا يكفي. صحيح. لا يكفي أن يخطب لهم ويقول لهم الإسلام دين الرحمة والمحبة، بده يعطيهم مفردات تجعل المستمع مشحون بأفكار المحبة والرحمة. صحيح. أن تجعل المستمع والمتلقي تصوغ فكره بأفكار الوسطية والاعتدال والاتزان. أنا لم كفيش أن يوجه كلام وقول لهم رسالة عمان، رسالة عمان موجودة في أيدينا. نعم. لكن كيف أستطيع أن أجعل مضامين رسالة عمان واقع على الأرض، أصوغ فيها شخصية كل مواطن. نعم. وأصوغ فيها شخصية المتلقي الذي يستمع إليه. صحيح. المشكل بأنه أحيانا يغيب. نعم. القادرون على أن يصوغوا أفكار الناس الوسطية. صحيح. والمتزنة. صحيح. ويكون الموجود غير قادر على مخاطبة الناس. نعم. وغير قادر على صياغة أفكارها، فيتوجه الآخرون إلى من؟ إلى أصحاب الأفكار المنحرفة اللي بيقدروا أنهم يصوغوها وفق فكرهم المنحرف. نعم. إذن مواجهة هذا الأمر بحاجة إلى جهود كبيرة. صحيح. وبحاجة إلى أشخاص قادر وإلى منهجية متكاملة. نعم. وإلى أشخاص عندهم ردات فعل فقط. أشخاص عندهم قدرة. نعم. وكفاءة وإمكانية في كيفية صناعة الرأي. نعم. في كيفية صياغة الشخصية. نعم. المتوازنة والمعتدلة. نعم. نعم. دكتور حقيقة سعدنا و متعتنا بما طرحت من أفكار في. نعم. هذه الندوة، وهي ندوة خاصة حقيقة، وما تفضلت به فعلا كان خاصا واستثنائيا. العفو يا سيدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء. وإياكم إن شاء الله. ونحن استشعارا دكتور من هذه المسؤولية الكبيرة التي تفضلت بها في هذا المنبر الإعلامي قناة اليرموك دائما. نعم. تحاول أن تكون دائما مع الفكر الراشد الصحيح. نعم. وتقول وتصدع بكلمة الحق. نعم. انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاعتصام بحبل الله لا شك هو المنجاة. نعم. وهو الذي يوصلنا جميعا إلى بر الأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى. آمين. أن يجزيك خير الجزاء على ما تفضلت به. الله يوفقك في قناة اليرموك، وإن شاء الله نراها من القنوات الفضائية العالمية على مستوى العالم كلياته. إن شاء الله نكون عند حسن الظن دكتور. بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة الجامعة الأردنية. كما نشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام طيب المتابعة، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة وفي ندوة أخرى إن شاء الله. من هذا الحين إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وهذا محدثكم رامي عياصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.